دهمنا وقت المغرب، وصلنا المغرب عند الشريف محمد بن شاكر بن فهور في منطقة الجال، وسنكمل أجزاء أخرى إن شاء الله في القادم من الأيام. كلها أصبحت طرق للسيارات. الأودية اللي تغذي اللي تغذي آبار، من فين تيجي الأودية اللي تغذي آبار الجال؟ الأودية من وادي وج. وادي وج، نعم. كانت من وادي وج، لها يسمونها ذنابة كذا، يدخل السيل منها إلين يجي يدخل المزارع هذه، تغذي المزارع كلها. والآبار طبعا الآن بعد انقطعت السيول، من نعم الله على هذه المنطقة إن فيها عين الجال، هي الآن لم تتأثر بأي تلوث، وأتت لجنة مكونة بأمر من الأمارة لفحص هذه المياه والتأكد منها، وتوقفنا تقريبا 3 أشهر عن الزراعة وعن العمل. وأتت الدراسة من الرياض بأن مياه صالحة للزراعة لا شايبة فيها، وهذا من فضل من الله الحمد لله. طرفها ومن بعد مخطط البيعة. ايه الجهة ايش؟ يسمى أم الخير. أم الخير هذه الركبان دي، ايه طرفها من الجهة ايه الشرقية، هذا يسمى أم الخير. يسمى أم الخير، ما بعدها المخطط حق البيع. اطلع على العجل. أبو معن، الشجرة هذه شجرة السدر، قلت لي لها اسم وعمرها. هذه شجرة في الركيب، جنبها الركيب اللي جنبها اسمه ركيب أبو دبة. أبو دبة. وهذه سدرة، سألت الوالد عنها رحمة الله عليه. الوالد توفى عام كم؟ الوالد توفى عام 21. 1421 رحمة الله عليه. وعمره كان عمره يمكن على 90. على 90. 89. إيه. فسألت عنها، قلت له تذكرها يوم كنت صغير كذا؟ قال لي أنا هذه بذل كبر وبذل حجم، وإحنا أطفال كنا نصيد الطيور فيها ونلعب فيها. تلعب فيها بهذا الكبر؟ بهذا الكبر. يعني قديمة معمرة؟ تقريبا الله أعلم عمرها يمكن فوق 300 سنة. الله أعلم. من أقدم الأشجار في الله. من أقدم الأشجار في الله. السدر. إيه؟ من الأشجار المعمرة. معمرة ما يحتاج. نعم. حتى أنا أذكر وقفت مع واحد من أرحامنا المغاربة. إيه؟ في حد في الهدى عندهم. إيه؟ من المحدود مكتوب في الصك يحده السدرة، فسألته هو الناظر حقهم أحمد المغربي أبو سلطان الله يعطيه العافية، قلت وريني إياها، وجدت السدرة على طرف الحد المحدود في مزارعهم في الهدى. قال لي أنا استغربت، يعني الحدود دائما تكون جبل، حاجة ثابتة، جبل وادي، وادي، إيه، لكن سدرة أو ملك ناس، أما سدرة ممكن تروح يعني تموت. فاستغربت قلت لا وقفني عليه أنا بشوفه. قال لي تعال شوفه، وفعلا وقفت عليه لأنها هي حد معمر، حد من الحدود المكتوبة في حجتهم. أيوة. فالأجل فالجال فيه من الأشجار الكبيرة المعمرة هذه. إيه؟ بأسماء الركبان اللي موجودة فيها. إيه؟ طبعا الله أعلم بأعمال العمر، يعني 300-400 سنة ما ندري. أنا أتذكر أبو معن يوم جيتك قبل كم سنة، 3-4 سنين، جيتك مع الأستاذ محمد الجودي، محمد خلف، وبعد ما دخلني هنا أنا استغربت، أقول
معقول المزارع هذه في وسط المنطقة السكنية هذه كلها؟ أنا دائما أمر ما أدري عنها. ما شاء الله تبارك الله، فمحافظتكم عليها وعلى الزراعة وعلى آبارها وعلى زراعتها، يعني هذا أمر تشكروا عليه، ويشعرنا إنه لا زال الطائف ها في من في من جماله. الطائف بخير ومزارعه لا زالت إن شاء الله هنا بخير، ونسأل الله أن الله يحفظها ويديمها علينا. ومن نعم الله علينا وفرة المياه، لأن هي حياة المزارع، هي حياة المزارع. نحمد الله ونشكر. ما تقول لنا صاحب فين زمان غايب، نسأل عليه واجب فين زمان غايب، نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر، ألا كان العشم أكبر، كان العشم أكبر، ألا كان العشم أكبر. ما تقول لنا صاحب فين زمان غايب، نسأل عليه واجب فين زمان غايب، نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر، ألا كان العشم أكبر، كان العشم. ما تقول لنا صاحب فين زمان غايب، نسأل عليه واجب فين زمان غايب، نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر، ألا كان العشم أكبر، كان العشم أكبر، ألا كان العشم أكبر. يا صاحب فين زمان غايب، نسأل عليه واجب فين زمان غايب، نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر، ألا كان العشم أكبر، كان العشم أكبر، ألا كان العشم أكبر.